أهلا بكم تلاميذ الصف السادس، شلونكم أماتي؟ أتمنى يا رب الكل بخير. اليوم إن شاء الله راح نبلش بالمراجعة الثانية لمادة الاجتماعيات، وراح تكون مراجعتنا فقط الموارد المائية لمحافظات العراق. أنا بعد ما انتهيت وخلصت من الموقع المناخ والتضاريس بالمراجعة الأولى، اليوم إن شاء الله راح أبلش بالموارد المائية، فأريد أعرف كل محافظة وش تعتمد على عيانها الرئيسي، أو ما هي المصادر المائية اللي تعتمد عليها كل محافظة. تمام، فأبلش بأول محافظة عندي هي محافظة دهوك. تعتمد دهوك على نهر دجلة والخابور والعيون والينابيع اللي هي مياه جوفية. أربيل تعتمد على الزاب الكبير والزاب الصغير اللي ثيناتها روافد نهر دجلة، وأيضا تعتمد على مياه جوفية. ثالث محافظة سليمانية تعتمد على الزاب الصغير ونهر الديالة ونهر العظيم. نينوى تعتمد على مياه سطحية وعلى مياه جوفية. المياه سطحية مثل نهر دجلة أكيد، ومياه جوفية اللي هي حمام العليل، قلنا حمام العليل هذا موجود يعالجون به الأمراض الجلدية. كركوك تعتمد على الزاب الصغير وعلى العظام والعيون والينابيع. أما بالنسبة لصلاح الدين فتعتمد على نهر دجلة وعلى نهر العظيم اللي هو أحد روافد نهر دجلة، ومشاريع روائية ومشاريع سيطرة وخزن. الأروائية مثل ياش مثل منخفض الثرثار، والسيطرة وخزن مثل سد سامراء على اسم المدينة الأثرية اللي بصلاح الدين اللي هي سامراء، فعدها سد على اسمها سامراء. الديالة تعتمد على نهر الديالة أكيد اللي يدخل محافظة الديالة وسموا المحافظة على اسم هذا النهر نهر الديالة، وأيضا تعتمد على نهر العظيم، وعدها مشاريع سيطرة وخزن مثل سد ديالة وسد حمرين وسد العظيم وخزان حمرين. بغداد تعتمد أكيد على نهر دجلة ليقسمها إلى جانبين كرخ ورصافة. الأنبار تعتمد على نهر الفرات، أول ما يدخل الفرات بها مدينة القائم، وأيضا تعتمد على مياه جوفية ومشاريع سيطرة وخزن. الأنبار عدها ستين، هنا نتركز ستين فقط، سدة الرمادي وسدة حديثة. سدة الرمادي وسدة حديثة. واسط تعتمد على نهر دجلة والدجيلة والغراف. دجلة والدجيلة والغراف وعدها هور اللي هو هور الشواجة، ومشاريع سيطرة وخزن مثل سدة الكوت. الكوت اللي هي مركز محافظة واسط، فعدها سدة على اسم المركز سدة الكوت. بابل تعتمد على نهر الفرات أكيد، بما أنه بابل من ضمن محافظات الفرات الأوسط فتعتمد على نهر الفرات، وأيضا تعتمد على شط الحلة وشط الهندية ومشاريع سيطرة وخزن مثل سدة الهندية. كربلاء تعتمد على نهر الفرات وشط الهندية ومياه جوفية مثل عين التمر ثلاثة، وأنا عرفت لك شنو عين التمر، هي من أهم مناطق للمياه الجوفية اللي موجودة بكربلة ويعتمدون عليه أغلب سكان المحافظة في الأنشطة الاقتصادية. الديوانية تعتمد على نهر الفرات، ونهر الفرات بالديوانية يتفرع على أربعة تفرعات، شط الديوانية وشط الشامية وشط الدغارة وشط الشنافية، هذول تركز لي عليهم. النجف تعتمد على نهر الفرات أكيد وتفرعاته، يتفرع على اثنين، شط الكوفة وشط العباسية. شط الكوفة وشط العباسية. ميسان تعتمد على نهر دجلة وتفرعاته اللي يتفرع على ثلاث جداول، ثلاث أفرع هنا دجلة، الكحلاء والمشرح والبتيرة، هذين ثلاثتهم نفس التعريف، وهو أحد فروع نهر دجلة في مدينة العمارة. ذي قار تعتمد على نهر الفرات، بالإضافة لذلك عندها هور اللي هو هور الحمار، قلنا إذا يجيك تعريف هور الحمار وهو أكبر الأهوار الموجودة في العراق في محافظة ذي قار. المثنى تعتمد على نهر الفرات أكيد، بما أنه هي المثنى من ضمن محافظات الفرات الأوسط فتعتمد على نهر الفرات اللي يعد الشريان الحيوي لهذه المحافظة، ويتفرع الفرات إلى فرعين بالمثنى، السبيل والعطشان. السبيل والعطشان، وعدها بحيرات وأهوار ومنخفضات. أهم البحيرات بحيرة ساوة وهور الصليبات. ساوة وهور الصليبات، وتركزي على ذولي لأنه متكررات بأكثر من سنة بالوزاري. البصرة تعتمد على شط العرب أكيد اللي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في مدينة القرنة، وأيضا تعتمد البصرة على هور الحوزة والأهوار الوسطى، هذني وين أخذتهم؟
ميسان عافية. صارت بشمال البصرة بين ميسان وبين البصرة أهوار مشتركة، فتعتمد عليهم البصرة على هذين الهورين الحوازة والأهوار الوسطى. بهذه الصورة ماماتي أنا محددة إليك الأهوار اللي موجودات بكل محافظة. بواسط ذكرنا عده هور اللي هو هور الشواجة، بذيقار عده هور الحمار، بالمثنى هور الصليبات. ميسان عده خمس أهوار، هور الحوازة وعودة والصناف والسعدية والأهوار الوسطى. البصرة همنا تعتمد على هور الحوازة والأهوار الوسطى، لأن قلنا هذين الهورين مشتركات على الحدود بين ميسان وبين البصرة، فتعتمد على هور الحوازة والأهوار الوسطى. عندي بهذه الصورة أيضا محددة محافظات الفرات الأوسط الخمسة اللي ناسيهم، خلي أذكرهم وياي: بابل، كربلة، النجف، الديوانية، المثنى. تمام، خمس محافظات ضمن محافظات الفرات الأوسط بتركز لي عليهم كلش. وإذا حبيبي تخربط بين المحافظات اللي تعتمد على دجلة والمحافظات اللي تعتمد على الفرات، فأنا قلت إنه 11 محافظة تعتمد على دجلة وسبع محافظات تعتمد على الفرات. هذني خمسة، إيش قد بقى؟ اثنين اللي هي الأنبار وذيقار فقط. الأنبار وذيقار إيش قد يصيرن؟ سبع محافظات يعتمدن على الفرات والباقي كله يعتمدن على دجلة. تمام، هسه ننتقل على الأسئلة الوزارية. عندك تعاريف اللي تخص الموارد المائية فقط. تعريف أول شيء جدول الكحلاء، وهو أحد فروع نهر دجلة في مدينة العمارة. اثنين الابتيارة، وهو أحد فروع نهر دجلة يتفرع من شمال مدينة العمارة. ثلاثة نهر ديالة، وهو أحد روافد نهر دجلة له منبعين، الأول في العراق والثاني في إيران. أربعة الخابور، وهو أول الروافد المغذية لنهر دجلة في محافظة إدهوك. تعرفوا بهذه الطريقة. الزاب الكبير، خمسة الزاب الكبير، وهو أحد روافد نهر دجلة يجري بين محافظتين إدهوك وأربيل. سد الموصل، وهو أكبر مشاريع السيطرة والخزن في العراق، يقع شمال مدينة الموصل. سد دوكان، وهو بحيرة اصطناعية كبيرة تستعمل لخزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية. وأنا قلت لك أنه بس تسمع اسم سد يعني شنو؟ يعني بحيرة اصطناعية كبيرة يستخدموها بشغلتين، خزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية. الفراغات الوزارية، أولا أهم أهوار ميسان فراغ، قلنا عندك خمس أهوار: الحوازة وسعدية وصناف وعودة والأهوار الوسطى. اثنين نهر فراغ، هو أحد روافد نهر دجلة يتكون من منبعين، أحدهما في العراق والآخر في إيران، أكيد نهر ديالة. ثلاثة يلتقي المجرى الشمالي لنهر الفرات بنهر دجلة في فراغ. دجلة ويا الفرات من يلتقون بيا مدينة في القرنة. أربعة أهم مشاريع السيطرة والخزن في واسط، قلنا أنا عندي بواسط سدة واحدة بس هي سدة الكوت. خمسة من التقاء نهري دجلة والفرات عند مدينة القرنة يتكون فراغ، شي سووا لي؟ شط العرب. ستة يعد نهر فراغ وتفرعاته الشريان الحيوي لمحافظة الديوانية، قلنا الديوانية ضمن محافظات الفرات الأوسط أكيد تعتمد على نهر الفرات. سبعة يجري شط الحلة في القسم الجنوب الشرقي من محافظة بابل، أكيد شط الحلة على اسم مركز بابل اللي هي الحلة، فشط الحلة موجود في محافظة بابل. نكمل الفراغات. ثمانية يعد نهر فراغ وتفرعاته الشريان الحيوي لمحافظة ميسان، ميسان تعتمد عليها نهر؟ نهر دجلة، صح. تسعة أهم المشاريع الإروائية في محافظة بابل تتمثل بفراغ، مشاريع إروائية بابل مثل يا سدة، سدة الهندية. عشرة تتميز محافظة المثنى بوجود المنخفضات والأهوار والبحيرات، أهمها بحيرة فراغ وهور الصليبات. عندي بحيرة مهمة بالمثنى السماوة هي بحيرة ساوة. 11 بحيرة حمرين من المناطق السياحية في محافظة فراغ ديالة، احنا قلنا ايش حمرين وين؟ بديالة. 12 تعد قرية فراغ اول قرية يدخل فيها نهر دجلة الى الاراضي العراقية، منطق خيارات فيشخابور والقائم ومندلي، اكيد قرية فيشخابور اول قرية يدخل بها نهر دجلة محافظة ادهوك. 13 تقع بحيرة ساوة في كربلاء للمثنى لواسط، اكيد المثنى.
14 تقع سدة الرمادي على نهر دجلة للفرات لوديالة، بما أنه سدة الرمادي قلنا بالأنبار، في الأنبار تعتمد على نهر الفرات، فتقع على نهر هاي السدة على نهر الفرات. 14 أحد فروع نهر دجلة في مدينة العمارة اللي هي مركز ميسان، جدول المشرح لشط الدغارة لشط الهندية. الهندية وين قلنا؟ ببابل. الدغارة بالديواني، فيبقى عندي منه؟ المشرح. 15 من أهم أهوار محافظة ذيقار، هور الحوازة للحمار للسعدية، أكيد الحمار أهم أهوار ذيقار. 16 أول الروافد المغذية لنهر دجلة هو العظيم للزاب الصغير للخابور. أول رافد يغذي دجلة يا هو فوق الخابور، صح. ها بالنسبة للفراغات، ننتقل على الصح والخطأ الوزاري. أولا، يمر نهر الفرات بمحافظة بغداد ويقسمها لجانبين هما الكرخ والرصافة. تركز شوية على الصح والخطأ زين. ده يقول لك يمر نهر الفرات، خطأ، نهر دجلة. 2، يعد نهر دجلة الشريان الحيوي لمحافظة ذيقار، ذيقار تعتمد على دجلة، خطأ على نهر الفرات. 3، يقع سد حديثة على نهر دجلة، حديثة وين قلنا؟ بالأنبار، الأنبار تعتمد على يا نهر على الفرات، فخطأ. عندك هذا السؤال جايب سنة من السنين من الوزاري، انسب المشاريع التالية، تركز هنا شوية وياي، انسب المشاريع التالية إلى الأنهار الرئيسية، منطيك مشاريع ومنطيك أنهار. المشاريع هي سد دوكان، سد حديثة، سد الموصل، سدة العمارة، وسدة الكوت. هذول مشاريع ساطرة وخزن. الأنهار اللي منطيها إلك دجلة والفرات والزاب الصغير، يريد من عندك تنسب هاي المشاريع إلى الأنهار الرئيسية. تجاوب مثل بهاي الطريقة مثل ما أنا مسوية، تخلي المشاريع على صفحة وتوزحن على أنهار. عندك أول شيء سد دوكان، وأنا أخذناه بالسليمانية، فسد دوكان على الزاب الصغير، سد دوكان على الزاب الصغير. سد حديثة اللي هو بالأنبار، فعلى نهر الأنبار تعتمد على الفرات. سد الموصل اللي هو بنينوى، على نهر تعتمد نينوى على نهر دجلة. سدة العمارة ميسان، على نهر تعتمد ميسان على نهر دجلة. سدة الكوت على نهر دجلة، أكيد بما أنه تعتمد واسط على نهر دجلة، فتقع هذه السدة على نهر دجلة، فتحل أمواتي بهذه الطريقة.